بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدور ان احنا بقى نكريت الكونتنت بتاعت الاكتيفيتي الرئيسية. انا عايز الكونتنت بتاعت الاكتيفيتي الرئيسية اللي هي اصلا كده كده بتمبيد جوه الايه الاكتيفيتي اللي اسمها مين. عايز اظبط لها الاد بار لي اوت، وانا اظبط لها التول بار بتاعها. هنشوف هنعمل ايه. في الكونتنت المين اللي احنا اصلا عاملين له ساحبينه في الاكتيفيتي مين عندي، تمام، هي لينير وفيرتيكال. اول حاجه هحط فيها حاجه اسمها الاب بار. خلاص الاب بار، فهجيبه منين الاب بار دوت؟ هجيبه من الابلكيشن بار لي اوت من كوم جوجل اندرويد ماتيريال اب بار واب بار لي اوت، وادي له ويدث وادي له الايه وادي له الهايت. طبعا الاب بار ده هجيبه عشان يبقى فيه الايكون بتاعه اللي هي تدوس عليها تفتح لي السايد منيو على جنب، اللي هي النافيجيشن بتاعتي، النافيجيشن فيو بتاعتي، واقدر اعمل ايه الشغل اللي هو الخاص بيها. فعملته كده وجبت اللي اديته الويدث والهايت، وبعد كده جبت له السيم بتاعته واختار سيم مثلا الدارك اكشن بار ماشي، او زي ما انت عايز. انا عايز تغيره غيره، مثلا دي نايت دارك اكشن بار ده سيم. ممكن نختار الاب كومبات ومنها الدارك واكشن بار، السيم اللي تعجبك. جرب سيمز، جرب يعني، وحاول تشوف الاختلافات وكلام زي كده، وكل واحد بيأثر شكله بيطلع لك شكله عامل ازاي. طيب على المهم، انا جبت الاب بار لي اوت تمام اللي احنا اتكلمنا عليه، والتول بار بقى ذات نفسها اللي احنا عايزينها. بعد كده دورت على ايه، على ادي من اندرويد، اندرويد اكس. هدور على ايه؟ عاوز الويدجتس بتاعت الايمج فيو. مش عايز الايمج فيو، انا عايز التول بار. ايوه التول بار تمام. احنا تابعنا الاب بار لي اوت، وعايز التول بار ذات نفسها. التول بار هديها برضو ماتش بيرنت في الويدث، واديها راب في الهايت تمام. وبعد كده انا ممكن طبعا اديها العرض اللي هو الطبيعي، يعني ممكن اقول علامه استفهام واتريبيوت، واقول له روح على، هتنادي على حاجه اسمها اكشن بار سايز، وده كده هيجيب الاكشن بار سايز اللي هو اصلا الديفولت المحدد عرضه في الايه؟ في الاندرويد. لو انا عايز، لو مش عايز اقعد اظبط لغايه الحجم اللي يعجبني يعني. وادي له باك جراوند كلر، مثلا ادي له كلر برايمري، ده الكلر العادي يعني. مش عاجبني اغيره زي ما انا عايز. اللون اللي يعجبك يعني. ممكن اختار برضه من اتريبيوت واختار على سلاش كلر برايمري، برضه ده هيديني اللون اللي هو الاساسي بتاع الايه؟ بتاع التول بار. يعني كده بجيب التول بار الالوان الاساسيه. بوب اب ثيم اديله برضو ثيم لما بتطلع العرض بتاعها، مثلا هختار لايت، اختار لون مثلا. طبعا الالوان والتصميم ده لازم تقعد تجرب حاجات كتير لغايه ما توصل للاشكال اللي انت بتحبها، والشكل يكون شويه معبر او يكون ماشي مع الشغل بتاعك يعني. او تضطر انت تعمل بقى طبعا كاستمايزيشن ل السيم، وتحط السيم اللي يعجبك انت. فانا مثلا هدور على اللايت ده من سيم اوفرلاي اب كومبات على لايت تمام. في الاول مش مشكله تمشي زي ما انا ماشي بالسيمز، وبعد كده تبدا تاخد وقتك بعد ما تخلص تجرب ايه شويه سيمز ثانيه مختلفه، بحيث تكون عندك نولج عن الاشكال والعروض اللي موجوده يعني، والتنسيقات اللي ممكن تبقى افضل. وبعد كده احط بقى بعد الكلام ده، بعد التول بار، هعمل بقى اللينير لاي اوت بتاعتي بقى. خلاص عملنا كل الجزء الهيدر اللي فوق والتول بار اللي فوق والكلام ده، هبدا بقى اعمل بقى جسم الايه، جسم البيج، جسم الاكتيفيتي بتاعتي. هعمله على اساس ان هو لينير، ويدث ماتش بيرنت، هايت ماتش بيرنت، وهدي لها اورينتيشن تكون فيرتيكال عشان تحط الحاجات، او هوريزونتال ماشي مفيش مشكله. واديها الجرافيتي بتاعتي ان هي تبقى سنتر فيرتيكال. طبعا عندي سنتر في الفيرتيكال، في فوق في تحت في كده، في سنتر وفي الهوريزونتال، هوريزونتال بالشكل العكسي. وهحط جوه اللينير لاي اوت دي تكست فيو، يعني مش اكتر من تكست فيو، لمجرد بس لما تيجي تعرض نبقى شايفين في تكست فيو بس في العرض بتاعنا، مش اكتر من كده يعني. والتكست ذات نفسه هديله مثلا اي رساله كده ولا اي شيء. ادي نافيجيشن مثلا
درور. بعد كده عندنا لينير وحطيت فيه نافيجيشن ايه درور ده جوه مين جوه التول بار اللي عملناه. وقلت لك بعد كده تكست كالر اديله اي لون في في في. خد بالكم اللي احنا عملنا دوت، انا عملت طبعا اللي اوت مكان بعضه، حطيت جواه تكست فيو وعرضته وبديله بس ستايلنج كده وسميته بالشكل ده، سميته بالاسم ده وهديله الستايل بتاعه. هدور على اكشن بار دوت تايتل، عايز تايتل يعني بتاع الاكشن بار تايتل، يبقى ياخد نفس الستايل بتاعه. هو جاب لي هنا ايه تكست ابيرنس اب كومبات على ويدجت على اب بار دوت تايتل، ماشي نو بروبليم. يبقى كده ياخد شكل الايه التايتل الموجود في في اكشن بار. تمام ده كله جوه لينير جوه التول بار. انا عملت ايه التول بار بتاعتي وجواها عملت لينير كده تبقى جنب بعض، حطيت فيها بس تكست فيو عشان يبقى في عنوان من فوق. تمام هيبقى عندي في العنوان بتاعي في التول بار بتاعتي من فوق. طيب ادي كده شكلها، هي شايفين ادي النافيجيشن بار نافيجيشن درور وادي الجنب الشريط اللي بقى على الجنب ده. تمام قبل القفله بتاعت اللينير لي اوت اللينير اوت الخارجيه خد بالك. تمام هعمل بقى ايه، هعمل يعني بعد التول بار وبعد القصه دي كلها، بعد الاب بار لي اوت اللي حطيت جوه التول بار اللي حطيت جواه اللينير اللي حطيت جواه التكست فيو، خلاص حط ده العنوان من فوق سيبك بقى منه. هعمل بقى تحتيه بقى الشغل العادي بقى بتاعي، شغل بقيه الصفحه بقيه الاكتيفيتي بتاعتي. هجيب تكست فيو كده هعمل لينير لي اوت الاول فيرتيكال عشان احط حاجات تحت بعض في الصفحه، وجبت تكست فيو رميته بس هكتب فيه اي حاجه الكونتنت بتاعي اللي هو هيبقى المحتوى بتاعي في البيج بتاعتي ذات نفسها الكونتنت ديتا بتاعتي. خلاص هتبقى موجوده هنا في النص بس يمكن الالوان هنا مش معروضه بشكل واضح قوي يعني. تمام ونكمل ان شاء الله في الفيديو التاني مع بعض.